أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة خطورة تكرار حوادث الاغتيالات في تعز. سلسلة متواصلة من الاغتيالات تشهدها مدينة تعز، آخرها اغتيال 3 من منتسبي المقاومة سقطوا ضحايا رصاصات قاتل مجهول في ليلة واحدة. ملابسات الحادث لم تتكشف بعد، وهناك تحليلات ورؤى كثيرة ومتعددة، لكن الثابت أن هناك انفلاتا أمنيا ترزح تحت وطأته المدينة منذ أشهر، يرى فيه الكثيرون السبب في العديد من الانتهاكات التي طالت السكان بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم وقطاعاتهم، وإن كان الصحفيون هم أكثر الذين طالتهم تلك الأعمال. إذن هي عملية خطيرة تتفشى في المدينة في ظل حالة صمت مزرية من قبل الجهات الرسمية والأمنية ومثلها المكونات السياسية التي اكتفت بالصمت حتى الآن، بينما يتجول القاتل المجهول في أرجاء تعز. تكرار هذه العمليات وأسبابها وأهدافها وتأثيراتها على معركة المدينة ضد الميليشيا ستكون موضع نقاشنا في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث في محورين: ما سبب تكرار عمليات الاغتيالات وما تأثيراتها الميدانية على معركة تعز ضد الميليشيا، وأين هو دور الجهات الرسمية والأمنية والمكونات السياسية في مواجهة هذه العمليات الخطيرة. نبدأ النقاش بعد أن نشاهد هذا التقرير للزميل ماهر أبو المجد. الاغتيالات في تعز ملف غامض وشائك، أو هكذا يبدو الأمر. قاتل مجهول يجول الشوارع ويختار أهدافه بعناية. سلسلة متواصلة من القتلى آخرها اغتيال 3 من منتسبي المقاومة التابعين للواء الطلاب كانوا ضحية لقاتل مجهول في ليلة واحدة. ملابسات الحادث لم تتكشف بعد، لكن التحليلات والرؤى كثيرة ومتعددة. فبين من يرى بأن هناك عملية منظمة الهدف منها إشعال فتيل الصراع بين مكونات وفصائل المقاومة، وهذا الرأي يستند إلى طبيعة الاغتيالات وأماكنها والجهة المستهدفة، خصوصا وأن الحادثة الأخيرة تضاف إلى سابقة أخرى جرى فيها اغتيال 3 من عناصر المقاومة التابعين للمكون السلفي قبل أشهر. وبين رأي آخر يرى فيها عملية عشوائية لا تتعدى عن كونها تصفية حسابات شخصية. لكن الثابت في كلا الرأيين المتضادين أن هناك انفلاتا أمنيا ترزح تحت وطأته المدينة منذ أشهر كثيرة، وأنه السبب في العديد من الانتهاكات التي طالت الكثير من السكان بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم وقطاعاتهم، وإن كان الصحفيون هم أكثر من طالتهم تلك الأعمال التعسفية. إذن هي ظاهرة خطيرة بدأت بالتوسع والانتشار، وما يفاقم من خطرها حالة الصمت المزرية التي تقابل بها، فالجهات الرسمية والأمنية لم تخرج بأي تفسير أو تصريح حول ما جرى، ومثلها أيضا الأحزاب والمكونات السياسية التي لم تدن واكتفت بالصمت حتى الآن. وعليه تبدو تعز أمام إشكالية جديدة وخطيرة هي أقل ما يمكن أن تكون في غنى عنها، خصوصا وأن معركتها مع الميليشيا على أشدها، وليس من الحكمة انتشار هذه الظاهرة الخطيرة. نبدأ النقاش مع ضيفنا من عدن الكاتب والمحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. بداية، اغتيال 3 من أفراد المقاومة في ليلة واحدة، برأيك من هي الجهة التي تقف وراء هذه العمليات وما أهدافها؟ إلى الآن لا نستطيع تحديد الجهة تماما التي تقف خلفها، لكن يبدو أن هنالك عملا مكثف بهدف إرباك المشهد في هذا الظرف تحديدا، خصوصا أن هناك إعادة ترتيب للورقة الأمنية داخل المحافظة. هناك إعادة ترتيب للورقة الأمنية داخل المحافظة، وهناك إعادة تنشيط لقوة الأمن بشكل أساسي عبر البدء عمليا بإجراءات صرف رواتب منتسبية الجهاز الأمني، وهذا ربما كان استباقا لاستهداف الجانب الأمني بشكل منظم بهدف إرباك المشهد، وبالتالي مزيد من الاتهامات أو نقل المعركة إلى الداخل. هذا يترافق مع عندما تقول أن الهدف إرباك المشهد، وهذا الرأي ربما يتفق فيه معك البعض، بناء على ماذا بنيت هذا الرأي؟ استنادا على ماذا؟
أعتقد أن الأحداث الماضية التي حدثت في المدينة وحالة الإرهاب واستهداف مجموعة من السلفيين قبل فترة والآن استهداف باتجاه لواء الطلبة، هناك من يسعى بكل إصرار إلى صب الزيت على النار وتثبير مشكلة داخلية طوال سنتين، ونحن نسمع على أن هناك خلافات وهناك خلافات كبيرة بين فصائل المقاومة وقيادة المقاومة. استطاعت هذه القيادة فعلا أن تتجاوز كل هذا الكلام الذي لم يكن حقيقيا ومنطقيا واندمجت في الجيش، وأصبح الجيش عبارة اليوم عن أربعة محاور، عن أربعة أنواع عسكرية ومحور عسكري، ويتم إعادة ترتيب الورقة الأمنية كما يتم إعادة ترتيب السلطة المدنية. هناك استعدادات لصرف رواتب المؤسسات المدنية وقد لهما الاستعدادات جارية على قدم وساق لصرف وترقيم القوى الجيش في محافظة تعز التي بلغت عددها أكثر من 15,000 عنصر جديد في الجيش من تم دمجهم من المقاومة وتجري الترتيبات على هذا الأساس. هناك حالة لمحاولة الإرباك وهناك إعادة ترتيب للجهاز المدني للسلطة المحلية، والسلطة المحلية بدأت بإعادة ترتيب في المسألة الإدارية وأيضا الجانب الصحي، وهناك اتجاه لترتيب أوراق التربية والتعليم عموما، أي أن المسألة الهدف منها إدخال هذه المنطقة إدخال هذه المحافظة بأزمة تؤدي إلى تشويه حتى ما يجري في الساحل الغربي للمحافظة وحالة الصمود والتصدي التي يقودها الجيش في المحور الشرقي من المدينة. طيب، بسبب الظروف الحالية والمتوفرة للمعنيين والمسؤولين على الملف الأمني، هل هم قادرين على ضبط الأمن داخل محافظة تعز؟ الأمن كان داخل المحافظة كانت تقوم به عناصر من الأمن وأيضا الجيش طوال الفترة الماضية، وكانت هذه العناصر بدون رواتب، الغالبية العظمى كانت لا تتقاضى رواتبها، وكان من بين الرواتب كانت تتخذ من منطقة الحوبة من جماعة الميليشيات واحتكارا لها وهي المتحكمة الأساس. الآن تم سحب هذه الورقة بنقل البنك المركزي وبداية تحويل عملية الصرف. الآن يجري الإعداد لصرف رواتب شهر 11 من 2016 بالنسبة للجيش وكذلك بالنسبة للأمن. هذه المسألة أزعجت الكثيرين أن تعاد هيئات الأمن وأجهزته من الأمن المركزي إلى شرطة المرور إلى النجدة إلى الأمن العام إلى البحث الجنائي، أي إعادة تشكيل الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية في محافظة تعز. هذا أول تحدي أمامها. كانت أيضا كل من وقائد المحور وقادة العمل أيضا الألوية ومدير أمن المحافظة قد عقد اجتماعا مع الوكلاء أيضا وحددوا لجنة أمنية لضبط الأمن والحركة وتدفق المعلومات الأمنية وتقسيم أيضا المدينة إلى مربعات أمنية. هذه أعمال يجري استباقها. طيب أستاذ عبد الهادي، حصول أستاذ عبد الهادي، حصول هذه الحوادث لاستهداف واغتيال أفراد المقاومة وأفراد الجيش داخل المناطق المحررة، هل هو فقط دليل على الانفلات الأمني الذي تعيشه المدينة أم أن هناك أسباب أخرى ربما؟ هذه الآن عملية منظمة لنقل المعركة من أطراف المواجهة التي فشلت فيها الميليشيات من استعادة المواقع التي انتزعت وثبتت قوات الجيش فيها برغم أوضاعها التي كانت سيئة التي هي سيئة جدا طوال عامين والغالبية بدون إمكانيات، أيضا هناك نقص في الإمكانيات والمهام والذخيرة وغيرها، ومع ذلك ظلت تعز ربما المحافظة الوحيدة التي كانت فيها المسألة الأمنية ليست خطيرة إلى ذلك الحد أو كانت ربما عند الحد المعقول إذا لم تتجاوز مثلا نسبة 15%. طيب، هل من تأثير ربما تتركه هذه الحوادث والاغتيالات على مصير معركة تعز؟ أعتقد أنها طبعا بالتأكيد تحدث قليلا من الشوشرة لكنها لم تصل إلى مسألة الإعاقة بالمعنى الكامل، لكنها تحدث إرباك وقلق وهي تحاول أن تجر كل من الجيش وقوات الأمن وأيضا الوحدات الصغيرة للألوية إلى نوع من
مسألة الإرباك بدلا من التركيز على مسألة التحرير ودعم القوى المتقدمة من المنطقة الرابعة في المحور الغربي، وتبدأ بالتركيز على هذه المسألة. وأعتقد أن على قيادات المحاور وأيضا قادة القبائل رفع درجة الحيطة والحذر إلى حد كبير، وإعادة تموضع نقاط أمنية داخل المدينة، وأيضا حظر الحركة بالسلاح داخل المدينة عموما. طيب بالنسبة للجهات الرسمية لم نسمع حتى الآن أي تعليق منها، أين هي وماذا بوسعها فعله؟ هي الآن بالنسبة للجهات الرسمية هي تتابع هذه المسألة بشكل حثيث وتحاول رصد عن من يقف خلفها، هؤلاء أين تحركوا، أماكن الاغتيال، كيف يمكن معالجة هذه المشكلة على المدى الكامل وليست كظاهرة حدثت، وبالتالي التعامل مع هذه الظاهرة، البحث عن منشأ الظاهرة نفسها وكيفية إيقافها من الأساس، هناك تحرك لوكلاء المحافظة وأيضا لمدير الأمن ومساعديه وأيضا للأجهزة المختصة في قيادة المحور والألوية القائمة في المدينة. طيب ينضم إلينا من تعز أيضا أستاذ عبد الهادي رشاد الأكحلي وكيل محافظة تعز، أهلا بك أستاذ رشاد. أهلا وسهلا يا أستاذ رشاد. في هذا التوقيت ما هي دلالات انتشار هذه الحوادث واغتيالات أفراد المقاومة والجيش بالنسبة لكم؟ عزيزي، نحن في المحافظة عملنا إجراءات أمنية ربما تساعد في مسألة معالجة هذه الاختلالات، فأتب اجتماع للجنة الأمنية وعملت غرفة عمليات مشتركة برئاسة أخينا قائد المحور ومدير الأمن وحملة أمنية مساعدة. الحملة الأمنية أنا أعتقد ولأول مرة هي كانت صائبة في مسألة تشكيلها، تتكون من الأربعة ألوية والشرطة العسكرية والأمن، وهذه هي تشكل مجموعة الحملة الأمنية. أنا أعتقد أنه مسألة التعجيل في مسألة بدء هذا العمل والتنفيذ لما تم الاتفاق عليه هو سوف يساعد كثير في عملية إنهاء هذه الاختلالات التي بدأت تظهر خلال اليومين السابقين. طيب الآن هل متوفر والأجهزة الأمنية قادرين على التحقيق والبحث في هذه العمليات؟ أنا أعتقد أن المعلومات المتوفرة لهم بالتأكيد، لأنه كان في هناك الأجهزة المساعدة اللي هي أجهزة الأمن القومي والأمن السياسي والاستخبارات العسكرية، هي أجهزة مساعدة لأجهزة الأمن والألوية الموجودة، كانت هي مترتبة حول مسألة الإمكانيات. اليوم الأخ المحافظ قال بأنه سوف يتم توفير الإمكانيات اللازمة للحملة الأمنية، وبالتالي هذه الإعاقة اللي كانت موجودة في مسألة ترتيب الأمن ما يتصل بإمكانيات، أنا أعتقد أنه أخيرا المحافظ حلها اليوم، وبالتالي لابد على هذه الأجهزة أن تتحمل مسؤوليتها، خاصة قائد المحور وأخينا مدير الأمن. بالنسبة لكم تعتقدون ما هي الأهداف من هذه العمليات؟ ما نقدرش نحن إيش نقول العمليات، لكن أنا أقول أنه ما وصلنا إليه تعز بعد سنتين، ربما تعز كانت من أخف المحافظات الأمنية من مسألة الاختلالات الأمنية، وهي مسألة في وجود عدم استقرار ووجود حرب لمدة سنتين والوضع الأمني. أنا أعتقد أنه ما حصل حتى الآن لا يثير القلق إلى حد كبير، خاصة إذا ما تمت المعالجة، لكن نحن نقول إذا لم تتم المعالجة هي مسألة خطيرة. لكن حتى الآن نحن نقول أنه تعز تحت السيطرة الأمنية، وأنا أقول أنه الأمور ليست بحالة اختلال كامل بالنسبة للأمن أو ما يثار منه. مسائل طبيعية في مسائل اختلال أمني، نحن في حالة حرب والأمور بشكل قلق وبشكل غير مستقر، فهذه الأحداث لابد أن تكون موجودة داخل أي مدينة أو داخل أي محافظة من المحافظات، لكن هذا لا يعني أنها غير عادية. لكن نحن نقول أنه على الأجهزة الأمنية أن تقف أمامها بمسؤولية وتقييمها بشكل إيجابي حتى يتم احتوائها وبالتالي معالجتها بإيجابية. قد يكون مقبول لدى المواطن هذا المبرر بأن المحافظة تعيش حالة حرب، ويعني قد يكون مقبول أن تحصل حالة اختلال ربما أمني لفترة معينة، لكن الآن في حالة الصراع الدائرة كل طرف سواء الشرعية أو الانقلابي كل يريد إثبات قدراته وإمكاناته في المناطق التي هي تحت سيطرته. بكل تأكيد نحن نقول أنه ما يحصل اليوم
ربما من ضمن يعني الأعمال التي تحاول الجماعة الانقلابية أن تدخلها إلى المدينة، لكن أنا أقول إنه نحن في تعز لابد أن نتنبه إلى هذه المسائل، وهذا ما طرح بكل جدية باجتماع اللجنة الأمنية، والإجراءات والآلية التي اتخذت في اللجنة الأمنية كانت مستوعبة لكل هذه المسائل التي تطرحها أنت. هذه عملية الاغتيالات ربما تترك بعض التأثير على سير معركة تحرير محافظة تعز تعتقد، وكيف ستتجاوزون ذلك؟ لا أنا أعتقد أنه اللي هي مسألة التأثير مسألة الجبهة الخارجية في مواجهة الانقلابيين أنا أعتقد متماسكة إلى حد كبير، ولن يستطع الانقلابيين اختراق هذه الجبهة، وحتى الألوية عندما تم الاجتماع بهم بقادة الألوية في هناك مسألة الربط في مسألة المساعدة للجانب الأمني في الداخل ومسألة الحفاظ على الجبهة الخارجية في مواجهة الانقلابيين حتى لا يحصل خلل في مسألة مواجهة الانقلابيين. وبالتالي نحن نقول إنه هل هي بتؤثر إلى جانب إلى حال كبير فيما يتصل بمواجهة الانقلابيين؟ أنا أعتقد إنه لا يمكن أن تؤثر في هذه الحالة، لكن يجب علينا أن نكون حذرين في مسألة مواجهة أي اختلال حتى كما قد تنتقل لا يسحب أثرها على الجبهة الخارجية في مواجهة الانقلابي. يطرح البعض تساؤلات حول كيف وصلت هذه العناصر ونفذت عملية الاغتيالات داخل المناطق الخاضعة لسيطرة المقاومة الشعبية، ويرجع ذلك ربما لوجود اختراق أمني في صفوف المقاومة، ما رأيك؟ هذا الملف موجود أمام خينا مدير الأمن وقائد الأحرار فيما يتصل بالجوانب الأمنية المترتبة على ما يحصل. شكرا جزيلا لك وكيل محافظة تعز رشاد الأكحلي على هذه المداخلة. أعود لضيفي من عدن المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي، إذا كان لك من تعليق على كلام المحافظ وكيل المحافظ. أعتقد أن الوكيل أوضح نقاطا مهمة، أن هناك استعدادات كانت مسبقة عبر إعادة تفعيل الشرطة العسكرية وأيضا أجهزة الأمن المعلوماتية، جهاز الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي وبقية الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية أو التابعة أيضا للمحور والقوات المسلحة. هناك استعداد كامل، هناك عملية إعادة ترتيب، بالضرورة أن تحدث هذه الإرهاقات وأن تحدث عملية استعاقة هنا وهناك، لكن العملية تمت في مناطق سيطرة المقاومة، ربما تكون لها دوافع مختلفة، لكن أعتقد أن الدوافع لإرهاق المشهد هي الأساسية. قد يحصل اختراق المسألة الأمنية في طور إعادة الترتيب، هناك جهودا تبذل لكن يجب أن تتضاعف هذه الجهود، يجب أن تفتح قنوات وأيضا لمسألة التواصل مع السكان أنفسهم يستطيعون المساهمة والمساعدة بشكل كبير، والآلة التقليدية التي كانت قائمة كما ما كان يعرف عقال الحارات أو ما تعتبرهم الداخلية مرشدي معلومات، يجب إعادة ترتيب هذه الأوراق بشكل كامل. ورغم كل هذا أنا أعتقد أن تعز لا زالت عند الحد المسموح فيه من الناحية الأمنية من حيث الأحداث التي تقع فيها وأيضا تقع في المديريات بشكل عام. الأمور تتحسن يوميا داخل تعز، وهناك استعداد كافي أعتقد عبر ما أشار إليه الأخ، وهناك أيضا استعداد لضغط جماعة الشرطة الراجلة باتجاه المدينة وتقسيمها إلى مربعات ونقاط حركة. وأرى أن التركيز الأساسي على منع حمل السلاح داخل المنطقة المدينة تماما لضبط هذه العملية، وأيضا أن لا تكون الحركة بالنسبة للمقاتلين ومن وإلى من الشرق إلى الغرب أو من أماكن أخرى منضبطة ومؤطرة، ويتم التواصل بكل معلومات سريعة عبر غرفة العمليات المشتركة. أستاذ عبد الهادي، من حيث أنت في العاصمة المؤقتة عدن، كانت خلال الفترة الماضية شهدت العديد من حوادث الاغتيالات، الآن ربما هناك حالة انحسار لها واستقرار وضبط للوضع الأمني، هل يمكن التعميم والاستفادة من التجربة الحاصلة في عدن ونقلها إلى تعز؟ أعتقد أن هناك استفادة، لكن أيضا وضع تعز لم يصل إلى وضع محدد بنفس الآلية أو بنفس تلك العمليات. كانت عملية اغتيالات تركية وهي مقدمة وقص للنهضة، إذا جرى التعامل معها بقوة في تعز أعتقد أن هذه المسألة سوف تتلاشى وتنعدم. يجب على الأمن وعلى المجاميع أن تتعامل بحزم في هذه المسألة وأن تشكل على الأقل
محكمة سريعة لمن يجري اتهامهم أو ضبطهم في هذه المسألة، وأن تكون أحكامها كما يقال أحكاما سريعة أو من المحاكم المستعجلة، بحيث تطرح أن الأمن ليس متناخ أو أن غياب لهذا النيابة والقضاء قد يؤدي إلى التأكيد. يجب حتى هذه المسألة بقوة والتعامل معها، لأن أي خضوع في هذه المسألة قد تكون له نتائج ليست جيدة. وأعتقد أن هذه المسألة سوف يسيطر عليها قريبا، هناك حالة من التماسك الاجتماعي جيدة في بنية المدينة بشكل عام، وأيضا المدينة من حيث بنيتها يسهل السيطرة عليها وعلى مفترقات الطرق والحركة داخلها وتأمين هذه الحركة. شكرا جزيلا لك عبد الهادي العزعز الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من عدن. وأيضا الشكر موصول لوكيل محافظة تعز رشاد الأكحلي. تحية طاقم البرنامج، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وإليكم تحيات معد هذه الحلقة ماهر أبو المجد. في أمان الله.